سلام القدس لكم وعليكم أحبائي وأعزائي. ندخل الفقرة الثانية، عندنا فقرة الدكتور زياد الحافظ. دكتور زياد، أنا فتحت من عندي الكلام لك وكلنا آذان صاغية، خاصة هلأ أمريكا، يعني الكل ناطر شو بدك تحكي عن أمريكا. ماشي. سلام القدس أنت عليكم بدك تقول جميعا. ما قلت لكم. لا ما حول هيك، بس من الواضح انه تسارع الاحداث في المشهد الامريكي، خلينا نقول بدايه المحطه الاولى هي المناظره بين ترامب وبايدن، والمحطه الثانيه هي المقابله على محطه الاي بي سي مع جورج ستيفانوبولوس، والمحطه الثالثه المؤتمر الصحفي الكارثي الذي عقده بايدن بعد انتهاء أعمال قمة الأطلسي. يعني هالثلاث محطات اجت توجتها حاسة الأمس، اللي بتدل أنه بغض النظر عن السيناريوهات المحتملة لماذا وكيف، النتيجة كلها واحدة اللي بتصب انه الولايات المتحدة دخلت في حالة اللاتوازن البنيوي الذي قد يؤدي إلى الانهيار، سواء عبر حروب أهلية أو سواء عبر انفصالات من بعض الولايات. يعني السيناريوهات محتوى، بس في آخر المطاف العالم الذي شهد المناظرات والمؤتمر الصحفي الأخير يرى أن الولايات المتحدة أصبحت بلا رأس، ما في رأس، سواء هالرأس الموجود خرفان أو الرأس اللي يعمل بالخفاء لا علاقة له مع الواقع والمعطيات. بات واضحا أن ما يسمى بالعالم الغربي الذي كانت تقوده الولايات المتحدة فاقدت الرأس، وهذا ينعكس بشكل مباشر على العلاقات والتوازنات الدولية، وطبعا في الإقليم بالنسبة لنا، على أساس أنه اليوم كافة الاحتمالات صارت واضحة ممكنة على الصعيد الميداني والسياسي في المنطقة. بكل معنى الكلمة عم نشوف أبعاد معنى الطوفان الذي سيجرف كل شيء، وبدأ يجرف كل شيء. إذا عم بيجرف الولايات المتحدة، ما حيجرف الوضع القائم؟ هذا سؤال أصبح مطروح بشكل جدي في عقول النخب الحاكمة اللي موجودة في المنطقة. ولكن عودة للمشهد الأمريكي، يعني حالة اللي أنت شرحت، يعني مضمون الصراعات على الصعيد الاقتصادي والسياسي والثقافي، كل هذا صحيح، ولكن تفاعلاته على الأرض ما كانت لسه، يعني مش من واضحة، ما في كثير ناس قادرة تستوعب ماذا يحصل. المحطات التالت اللي ذكرتها برزت يعني هشاشة القيادة في الولايات المتحدة وعدم التجاوب على الصعيد السياسي للمؤسسات التي المفروض هي تكون الضابط والضابط الإيقاع. يعني لا الكونغرس تحرك، لا القضاء تحرك، ولا أي شيء من المؤسسات التي تضبط أي انحرافات في السياسة أو في السلوك العام اتحركت. يعني إذا الشلل اليوم هو العنوان الأساسي لكل مكونات السياسية والدستورية للولايات المتحدة. هذا يعني لما بتاخذ بعين الاعتبار أنه عدد السكان 330 مليون، وعدد قطع السلاح بين أيدي المواطنين لفوق 400 مليون قطعة سلاح، يعني عندك 70 مليون قطعة سلاح موجودة في فئة يعني أقل من عدد السكان الموجودين، يعني بما يدل أنه في كثافة تواجد سلاح في أيدي أقليات أو مجموعات ربما قد تعيد النظر بالتوازنات الداخلية. طيب، هذا كله سيؤدي إلى إعادة النظر في البنية السياسية. إلى أن يحصل ذلك، هذا يعني أن الولايات المتحدة لن تكون فاعلة على الصعيد السياسة الخارجية ولا على الصعيد السياسة الإقليمية. ناهيك أنه الملفات الداخلية أصبحت مستعصية، لأنه لا قيادات الحزب الجمهوري ولا قيادات الحزب الديمقراطي
عند رؤية للخروج أو مقاربة المشاكل. إذا حارت كل من إيده لإله، فينا نقول إنه حتصير الحالة في الولايات المتحدة، يعني لا حدا يستطيع أن يقدم إجابة على موضوع المهاجرين، لا حدا يستطيع أن يقدم على صعيد الاقتصاد، البطالة، الفجوات الاقتصادية، التردي في مستوى التعليم، التردي في مستوى الشفاء، قضية الضمان، حالة الإفلاس الموجودة في المالية العامة، 35 تريليون دولار للدين العام، إذا بنضيف عليه أيضا الدين القطاع الخاص، يعني الشركات والأفراد اللي فوق ال 45 تريليون دولار، عندك مجموع الدين موجودة حاليا فوق 70 تريليون دولار. طيب والمدخول الافتراضي لا يتجاوز 25 تريليون دولار. طيب يعني في بديهيات ما حدا عنده الجرأة لا يقدر يحط يقول هذه المشكلة كيف بدنا ناهيك، انه اذا صار في أزمة مالية جديدة مثل أزمة العقارات والرهونات في 2008، انهيار السوق المالي مش حيكون بالتريليونات الدولارات، حيكون بكوادريليونات الدولارات، لأنه ما حدا عم ياخذ بعين الاعتبار الإفلاسات التي قد تأتي بسبب استحقاقات المضاربات بالمشتقات المالية derivatives صحيح. اللي ممكن تقديرها بتروح بالكوادريليونات من الدولارات، يعني 1000 تريليون دولار، يعني أرقام فلكية خلينا صحيح نقول. صحيح صحيح عفوا صحيح عمود صحيح. اه ايه انه اذا هذه استحقاقات صارت واجبه. ولو عم نلاحظ ايضا انه الدول عم بتشوف هيك، عم بتشوف الوضع الهشاش الواقع الاقتصادي المالي. اذا بتلاحظوا طلع خبر منذ يومين عن موقع بلومبرج يقول انه المملكه يعني بلاد الحرمين هددت مجموعه الجي 7 في اجتماع اللي حصل في شهر حزيران، إذا أقدمت هذه المجموعة على السطو على أموال روسية فإنها ستنصح تسحب استثماراتها من أوروبا. هذا مثل ما نقول بالعامية يا جارة خليكني تسمع، يعني الكلام موجه للولايات المتحدة، هذا مش موجه للاتحاد الأوروبي. إذا المملكة عم تتجرأ تهدد باستعمال الورقة المالية، يعني هذه بمثابة يعني مش إعلان حرب، إنه إعلان الاستقلال إذا جاز الكلام عن القرار الغربي والقرار الأمريكاني. هلا لوين بيروح حديث آخر، بس إنه هذا المكان حدا قادر يتوقعه، نحن كنا متوقعينه وكنا كاتبين عنه وكنا نتهم إنه عايشين بكوكب آخر. لهم عم نشوف إرهاصاته ومؤشراته المادية، مش قصة إنه اجتهادات، تراكم التحركات اللي قامت بها بلاد الحرمين خلال السنتين الماضية ما بتدل إنه هذه كانت بالتوافق أو تمثيلية مع الولايات المتحدة، لأن كلها موجهة لمصالح الولايات المتحدة وخاصة مصالح الهيمنة ومصالح الدولة العميقة. إذا في شيء جديد صاير، هلا كيف بده يترجم على الأرض عندنا في المنطقة؟ هون أنا تقديري موقف المقاومة، يعني محور المقاومة قصدي، هو حيكون المفصلي بعد الهمروج اللي صارت بموضوع اليمن اللي تفضلت ذكرته أستاذ ناصر، وكيف جاوبت اليمن مع كل هالتهديدات، انحسمت كل هالاجتهادات والترددات. نحن دخلنا في مرحلة جديدة، إعادة اصطفاف الصفوف بشكل أكثر علنية وأكثر وضوحا، تزامنا مع حالة التلاشي والانهيار الداخلي الموجود في الولايات المتحدة. يعني هذا المشهد اللي عم نشوفه بأمريكا تداعياته ستكون إيجابية جزاز الكلام على صعيد التعاطي في الإقليم فيما يتعلق بالتحرر من الإملاءات الأمريكية. طبعا في ناس ومجموعات إلى مصالح مرتبطة بالولايات المتحدة، يعني تصريح السلطة الفلسطينية امبارح يعني هو دليل على انه وجود في بؤر ما زالت مرتبطه بالموقع الامريكاني لا تستطيع ان تخرج منه، وتعتقد ان بامكان تعديل الموضوع.
وهذا يعني يعود إلى عدم قراءة دقيقة للتحولات التي حصلت في المنطقة وخاصة داخل الولايات المتحدة. أنا على يقين أنه في كثير ناس في الإقليم لسه مش قادرين يصدقوا شو عم يشوفوا بأمريكا. طبعا يعني صدقوا ولا ما صدقوا، هن حيدفعوا النتيجة إذا ما قدروا يتأقلموا مع المعطيات الجديدة. أنا تقديري حيكون، تقديري بيقول إنه حيسرع في دفع المفاوضات أو التفاهم أو التقارب بين سوريا وتركيا على وتيرة أسرع مما كنا نتوقع، وسيؤدي إلى دفع وتيرة الضغط على الوجود الأمريكي في المنطقة، مش بس في سوريا وفي العراق، ولكن أيضا حيفتح المجال لإعادة النظر التواجد العسكري في دول الخليج. طب شو المبرر بقى له؟ يعني كل ما كله يعني وجودهم بالخليج هو كان ليبرر الوجود في العراق وفي سوريا. إذا هذا الوجود تلاشى، الوجود في المنطقة وخاصة بات واضحا أن الولايات المتحدة لا عندها لا القدرة ولا الرغبة للدفاع عن هذه الأنظمة وهذه العروش أو هذه الإمارات أو الممالك. إذا أصحاب القرار في هذه المنطقة سيعتبرون أنه الأمن لن يكون مع الولايات المتحدة، الأمن يكون بالتفاهم الإقليمي مع القوى الأساسية ومع الإطار الدولي العام، سواء كان مجموعة البريكس والكتلة الأوراسية أو مجموعة الدول الجنوب الإجمالي. هذا توجه جديد لسه حندخل عليه بشكل واضح. طب هذا كمان حيكون له تداعيات على الخارطة السياسية في المشرق العربي وأيضا في المغرب. يعني في المغرب الكبير اليوم عم نشوف حالة غليان موجودة في المغرب بين قرارات النظام الحاكم وما يسمى بالمخزن يعني بيقضوها تجاه القضية في فلسطين وتفاعل الشارع في المغرب. هذا بده يوصل لنتيجة انه حنوصل لمرحلة صدام. كيف حيتفاعل؟ اخر المطاف حيكون مرتبط مع كل ما يجري في المنطقة، وهلا ما بقى في جزيرة تصمد، واذا كان في اتكال في مرحلة سابقة او حتى قريبة على اوروبا وفرنسا، حالة الفوضى اللي موجودة اليوم في اوروبا الغربية، فرنسا او في بريطانيا على حد ذات، تدل انه حيكون في عجز عن اي تدخل أو تغيير في المعادلات التي تحصل داخل الأقطار العربية وخاصة في المغرب الكبير. إذا عم نشوف نحن دخلنا مرحلة تغييرات جوهرية على الصعيد العربي نتيجة طوفان الأقصى. يعني لما كنا قلنا في شهر تشرين سيجرف كافة المفاهيم، اليوم عم نبلش نشوف ملامح هذه التعديلات. وأنا تقديري إنه مهما ارتفعت وتيرة الوحشية تبع الكيان، هذه هي بنقول الرمق الأخير المتبقي لهذا الكيان. أنا تقديري موضوع المفاوضات الأيام والأحداث ستجعله يعني نقوله بالإنجليزي irrelevant، يعني غير ذي جدوى. الواقع الميداني هو الفيصل، إنه مثل ما قال رئيس هيئة الأركان أو نسب لهيئة الأركان إنه لنا يجب إيقاف الحرب مهما كلف الأمر. حتى هذا القرار أصبح بعيد المنال داخل الكيان الصهيوني، وبطبيعة الحال أنا ماني شايف المحور اليوم أو المقاومة ليش بدها تلتزم لإنقاذ الكيان. يعني صرنا في دينامية جديدة ما كانت موجودة من شهر أو من شهرين، اليوم إنه طالما عندنا القدرة على الصمود خلي الاحتراق يستمر في الكيان ضمن الحل الحالي، لا ضروري تصعد ولا ضروري توقف ولا ضروري توسع الجبهة، خليه هو لحاله عم ينهار. نحن في هذا يعني في هذه المرحلة من التطورات، وتقديري انعكاسها على المنطقة سيكون إيجابي من ضمن تقديراتي الخاصة. طبعا هذا ربما عم بيستبق الأمور إنه هيعلن بشكل مباشر أو صريح نهاية سايكس بيكو. يعني التقسيمات اللي موجودة في المشرق العربي، ما بدي أحكي لا وادي النيل ولا المغرب الكبير، ولكن هدول حيلحقوا في مرحلة اللاحقة، حيكون في إعادة النظر في جدوى البقاء على هذه التقسيمات. شو الشكل؟ هذا موضوع بده بحث ونقاش،
ولكن صار مطروح لأنه قضية المعادلة الجديدة، يعني اليوم بدك تطرح السؤال من هي القوة التي ستقوم بالتغيير؟ القوة التي ستقوم بالتغيير هي القوة التي انتصرت في الميدان. من هي القوى الموجودة في الميدان؟ في قوى سياسية شعبية وفي دولة. من هي الدولة؟ سوريا. الدور المحوري لسوريا سيبرز أكثر فأكثر، لذلك منشوف هالهرولة نحو سوريا اليوم، مش الهرولة عليها، الهرولة تجاهها. وأنا تقديري خلال الأشهر القادمة، وطبعا نقول السنة القادمة، سنشوف تحولات كبيرة في المشهد السياسي في المشرق العربي، وكله إلى صالح هذه المنطقة وشعوب المنطقة. والسلام القدس عليكم جميعا. والسلام القدسي لك وعليك. شكرا يا دكتور زياد، يعطيك ألف عافية. أستاذ سميح، أستاذ سميح تفضل. نعم، سلام القدس عليكم. والسلام القدسي لك وعليك. لن تعدم الأوليغارشية الغربية وربيبتها الصهيونية العالمية وسيلة لمحاولة تحويل انتصاراتنا في ساحات القتال إلى هزائم على مستوى السياسة. الفلسفة التي ينتهجها هؤلاء تقول لنا بالفم الملآن أن ليس مهما أن تحقق الانتصار في سوح القتال، المهم أن تحول هذا الانتصار إلى مكاسب سياسية، وهذا ما لن نمكنكم من تحقيقه. في حرب رمضان كان الموقف بعد وقف إطلاق النار في أسوأ حالاته تعادلاً، وفي أفضل حالاته انتصارا عسكريا بائنا. فخط بارليف الذي اعتبروه الأفضل في التاريخ، بل هو كما قالوا أفضل حتى من خط ماجينو، قد تم تحطيمه في سويعات، وانطلقت القوات المصرية إلى عمق سيناء حتى الممرات، والقوات السورية اندفعت في عمق الجولان بعدما دفعت بالقوات الإسرائيلية تراجعا إلى مواقع جديدة بعد أن تكبدت خسائر فادحة. ولكن وبوجود قيادات مسبقة الاستعداد من الناحية السيكولوجية لتقديم التنازلات، والتي تطورت لاحقا إلى انبطاحة عظمى في اتفاقية كامب ديفيد، تحول الانتصار إلى هزيمة من الطراز الرفيع. وقس على ذلك وادي عربة وأوسلو، والتي أطاحت بكل نضالات وتضحيات الشعب الفلسطيني وعلى مدى عقود، وأحالتها إلى هباء منثورا وهزيمة نعاني منها حتى الآن. ولكن من الناحية الأخرى، وحينما تواجد في سدة القيادة قيادات صلبة لا يمكن كسر إرادتها أو حرفها عن طريق التحدي والمقاومة، كانت النتائج السياسية بعد حرب 2006 متوازنة ومتطابقة مع الانتصار العظيم، تماما كما تحطمت كل المؤامرات فيما بعد الصمود الأسطوري السوري في عشرية الربيع العربي، وتناثرت رغم استمرار المحاولات الدؤوبة لتفريغ النصر السوري العظيم من محتواه وتحويله إلى هزيمة سياسية من خلال الضغوط الاقتصادية والنقدية والمعيشية وغير ذلك من صنوف الحرب الناعمة من صنوف الحرب الناعمة. حذاري حذاري أيها السادة من مقدرة هذا العدو ومن لف لفيفه على تحويل انتصاراتنا إلى هزائم حينما ينتقل الصراع إلى طاولة المفاوضات من خلال فائض القوة الذي يتمتعون به في الاقتصاد والإعلام والتكنولوجيا. فائض القوة هذا والذي راكمه الغرب حينما وعلى مدى قرون وقف العالم القديم متفرجا
وهو يشاهد بأم عينه الوحش الأنجلوساكسوني يستولي على القارات البعيدة واحدة تلو الأخرى، ويبيد سكانها الأصليين، ويفرض سيطرته على الأرض ليصبح 7% فقط من سكان الأرض يستحوذون على 40% من اليابسة، ويقومون عيني عينك بالإخلال بالتوزيع العادل للثروات الكامنة والمرئية في الأرض. لقد كان ذلك بمثابة خطيئة استراتيجية كبرى من قبل العالم القديم، وتفريط لا يغتفر بالأمن القومي لقاطني هذا العالم القديم. لا زلنا ندفع ثمنه من دمائنا حتى الآن، ولا يمكن استعادة ذلك التوازن إلى الأرض ورفع كل ذلك التغول إلا من خلال القوة الماحقة. سلام القدس عليكم. وسلام القدس لك وعليك يا أستاذ سميح، يعطيك العافية.